الأطفال السيلوي عند قمر الطائي، شاهدوا المزيد من التفاصيل. صرح صلاح كسواني في لايف أمس أن هناك مفاجآت قادمة، وسبق أن صرح صلاح عن إحدى المفاجآت لقمر الطائي، حيث أكد أنهم قريبا سيسافرون إلى تركيا عندها. وأيضا نشر صلاح ستوري آخر علق عليه: شفتوا كيف حكوا مع بعض، ملمحا عن السيلوي وقمر. أترككم مع الستوريات ورأيكم بخصوص هذا الخبر. بقيت أخاف من حياتي يا صلاح، كفو على اللي عملته امبارح. الله ما سوينا شيء، وربي ما سوينا شيء، لسه المفاجآت على الطريق ان شاء الله. But I've known you too long.